بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أقول لكم موضوع أخير كده. كل ما الواحد يقدم توبة أو يخلص مرحلة من حياته، ممكن واحد يكون خلص شغل، طلع معاش، أو دخل على جواز جديد، أو غير شغله، أو طلع ميشن لأول مرة في حياته، أو خلص دورة إعداد خدام، بيبقى عاوز يبتدي جديد. ربنا بيحط في حياتنا كده محطات كتيرة. في ناس بتعتبر عيد ميلادها بداية جديدة، في واحد اعتبر عيد جوازه بداية جديدة. هي الكنيسة بتحب الفكرة دي، انها تحطنا في محطات كتيرة عشان نقف كده ايه ونعيد النظر، هو احنا فين، واقفين فين، مفروض نعمل ايه. لكن عندنا تعبير لطيف قوي بنقوله الصبح، فلنبدأ بدءا حسنا، مش كده؟ لأن البداية بتفرق، بداية اليوم بتفرق، بداية الخدمة بتفرق، بداية الميشن بتفرق، بداية أي حاجة بتفرق، حتى بداية الصلاة في دخلة الصلاة تفرق، بداية القعدة مع الإنجيل تفرق، المود اللي داخل بيه وانت هتتكلم مع شخص، بداية الكلام بتفرق. فالبدء الحسن ده بيخلي الطريق كله ماشي كويس. فتعالوا نفكر بطريقة كيف نبدأ بدءا حسنا، أو نتفق على اتفاقات نصلح مسارنا كده في بعض الأمور اللي في حياتنا الروحية وخدماتنا. الأول أقول ليه بنبتدي ما بنكملش. أولا غالبا بتبقى البداية ضعيف، يعني تصور انك داخل تصلي النوم وانت عمال تتاوب ونعسان وماسك الإجبية ومش عارف انت قلبها ولا عدلها. ما هي البداية دي ما تتوقعش منها بقى هتصعد في الصلاة، انت هتحلم مش هتصعد، لان البداية واقع خالص. غير واحد داخل حاسس هيكلم ربنا وابتدى بمطانية، فالبداية الضعيفة دي غالبا ما تديش استمرارية، تخليك تهنج بسرعة وتخلع بسرعة. في واحد يبتدي خدمته بداية ايه ضعيفة خايبة كده، برضو ده نفسه قصير، ما بنستمرش، لان ساعات الدافع يكون غايب. معلش في مثل برضو بايخ شوية اظن ذكر في كتب الاباء، يقولوا لما يلاقوا كلاب بتعوي بعد شوية لقوا اغلب الكلاب وقفت. اصل اللي يحصل ايه، في كلب في الاول شاف فار او شاف حاجة فشايفه فبيجري، فكل الكلاب تجري وراه، لازم في حاجة، وبعد شوية يهنجوا لأن هما مش شايفين، ما عدا الأولاني اللي شاف. فاهمين الفكرة؟ فاللي بيجري على حس إن هما بيجروا ما بيطولش. فاهمين الفكرة؟ في ناس بتعتبر الكرازة موضة، يلا، لا ده مش هيطول. وفي واحد لا جواه دافع بجد، نفسي أدي عمري لربنا، نفسي أخلص ناس، نفسي حد يتوب بسببي، نفسي حد يبقى لي عين كده أقول له يا رب أنا جبت لك واحد. فالدافع ده يخليه لا مستميت، لأنه شايف دافع قوي فمكمل. ما بنكملش لأن الهدف نفسه بيروح. ممكن تلاقي نفسك اتلهيت بقى في المركز، في رأي الناس، في المكسب، في الراحة، في أي موضوع صرفك عن الهدف الأساسي اللي خرجت عشانه للخدمة أو للتكريس. ليه مش بنكمل؟ المشغولية. ساعات الواحد يبتدي كويس وبعدين يسرح. عمركم دخلت قداس بنفس وبعد نص ساعة لقيت مخك في الطبيخ ولا في الشغل؟ حاجة تغيظ طبعا. طب ده انت كنت داخل بنفس وكنت زي اللي مشتاق للمذبح او للصلاة، بس انت اتشغلت، اتسرقت، سرحت، فلان المشغولية خدت عقلك، انت باظت. البداية كانت مش وحشة المرة دي، بس المشغولية ضيعت الفايدة. ساعات ما بنستمرش فأي بداية حلوة، إن كان تاني صلاة، خلوة، تكريس، خدمة، علاقة مع الناس، كلها دي بدايات. إن الذات بتدخل، قد يبدأ الإنسان بدءا حسنا لكن ذاته تخرب عليه البداية دي. يعني في جوازات ابتدت صح، علاقة بين اتنين حبوا بعض، بعد سنين تلاقي الجوازة خربانة. طب بس هو البداية ما كانتش غلط، كانت تحت رضا آباء الاعتراف، والناس فهموا بعض وحبوا بعض بجد، والعائلات متفاهمة،
فكانوا دايما يقولوا دايما الاسباب في الاول، لا مش دايما، بعد شوية واحد اتكبر، واحد بقى كرامته عالية، فبقاش مستحمل اللي معاه كلمة ولا غلطة ولا بتاع، فخلاص الدنيا تهزت. فأحيانا الاستمرارية تكون مرتبطة بده. واحد خادم داخل خدمة وهو حاسس انه قليل وغلبان، وبس يحطوه جنب الحيط يبقى راضي، بعد شوية حاسس انه مالهم مش مقدريني ليه، بينسوني ليه، ما بيقولوليش ليه، ما خدونيش في الموضوع ده ليه، ما سمعوش رأيي ليه. الله الله الله، هو ما استمرش استمرار سليم بسبب الذات. فدايما نسأل كده، ليه مش بنستمر؟ مش بنستمر في الغالب سبب من اللي قصادنا. تستمر في حرارة الصلاة، تستمر في غيرة الخدمة، تستمر في حب الناس، في علاقات تبتدي علاقات قوية وتبقى حاسس ان ده هيبقى صديق عمرك، وبعد سنة تلاقي الحكاية فترت وبردت وبواخد كمان، يمكن مش طايقه. الله، ما استمرتش ليه طيب في العلاقة دي؟ لازم في حاجة مش مظبوطة حصلت، مش لازم البداية كمان. إذا سؤال مهم هو، أنا ليه ما كملتش في حاجة صح؟ لازم هلاقي سبب على الأقل من دول، يا بداية ضعيفة، يا دافع غايب، يا هدف راح، يا مشغولية زيادة، يا إما ذات. البداية القوية مرتبطة دايما بقرارات. أي بداية قوية اعرف ان فيها قرار قوي. بمعنى مثلا لو خدت زكا، زكا قابل المسيح، ياما ناس قابلته ودخل بيته، برضو ياما المسيح دخل بيوت ناس، يعني دخل بيت سمعان الفريسي ولا انا ما عملش حاجة. انما زكا خد قرار ونفذه، نص فلوسي هدي الفقراء وهمشي وراك وهرجع اللي ظلمتهم، القرار خلى زكا في حسب التاريخ يبقى قديس ويكمل صح. فحسب لا تكون بداياتنا بدون قرارات. تسمع وعظة وتتأثر، أو تدخل مؤتمر أو يوم روحي وتبقى فيه كلام مؤثر بس ما طلعتش بقرار، فلأن من غير قرار البداية ميعة. عارفين زي اللي بيتقدم لبنته مش راضي ينطق، مش راضي يقول لها يلا بقى نحدد ميعاد خطوبة، فالبنت تبقى مش فاهمة تأخرك ايه، يعني احنا هنفضل نحب بعض ولا ايه؟ يعني فاهمين الفكرة؟ ساعات في ناس كده عايشة الدنيا معاها ميعة كده ملهاش شكل. لا، هو اللي عاوز يبتدي صح لازم يطلع بقرار. قرار هيصوم ازاي، هيصلي ازاي، هيخدم ازاي، هيقفل ايه، هيفتح ايه، القرارات دي هي اللي بتعمل الطريق المظبوط. كمان القرارات مش بس كده، ساعات تبقى في انفعالات سطحية وفي انفعالات عميقة. البداية القوية فيها انفعال بيهز النفس، زي بولس لما شاف المسيح تهز من جوه، ما كانش انفعال مؤقت، ما كانتش ترتيلة يعني حركت دماغه، لا لا، اتهز هزة داخلية قعدت معاه العمر كله، يا رب ماذا تريد أن أفعل. فهل انفعالك قوي لما بطرس ركع في المركب وقال له اخرج من سفينتي؟ ده كان انفعال قوي، ففعلا كمل، ساب الشبكة وساب المركب. يبقى حاسب لا تكون انفعالاتك ما بتوصلش للدرجة اللي بيها تطلع ببداية قوية. انفعال بس انفعال ايه، مايع شوية او خفيف زيادة. كمان البداية القوية ساعات بيبقى معاك اكتشاف هايل، يعني اول مرة اكتشف انه العمر قصير قوي، او اكتشف اني كنت ممكن اموت فعلا، او اكتشف ان ربنا سطر عليا قوي للدرجة دي وكانت الفضيحة قريبة، او اكتشف ان غلطتي كبيرة قوي وانا ما كنتش فاكر كده. الاكتشافات بتدي بدايات، لان في امور ساعات تتاخد كده وانت مش شايف حجم الخطية او حجم النعمة، او انت مش شايف فمش مقدر، فلانك مش مقدر اهي الدنيا ماشية كده الزق وخلاص. من البدايات القوية كمان الشبع. الواحد بيبدأ بدءا حسنا لما يشبع، يعني تصور واحد صلى باكر الصبح بزمة ومزامير شبع بيها كده، مزمز فيها وفي آيات خبطت في قلبه حلو، نازل من بيته شبعان، صعب يغضب، صعب يشتهي، صعب يتزمر، لأنه واكل أكل حلو على الصبح، غير اللي كر الكلام في دقيقتين ومش مركز فيه.
تفرق طبعا، دي بداية حسنة ودي بداية أي كلام. الإيمان كمان لما يكون البداية معها إيمان بجد يقيني، يعني إيه؟ حط إيده لمس اتأكد، فأصبحت الثقة بجد قوية، فده بيخلي البداية قوية. واحد متأكد أنه طالع ميشن مثلا مع واحد بيحبه قوي وواثق فيه قوي، فهو طالع من الأول مزاجه عالي لأنه مستمتع بالليدر بتاعه، عنده ثقة فيه، يا بخته. الثقة دي بتخلي البداية قوية. واحد مش حاسس ان اللي معاه حاسس اللي هيغرقه، فطالع ملوش نفس اساسا، بيزق خلاص كده. البداية القوية مرتبطة بالروح القدس عموما، الروح القدس روح ناري يسخن الامور. فلو بنقول فلنبدأ بدءا حسنا، عاوزين دايما نسعى للامتلاء بالروح، نصلي كويس، نشبع بالإنجيل، نتوب توبة حلوة، نعترف اعتراف صادق، نواظب على القداسات، ندي عهود لربنا. الامتلاء بالروح يعطي بداية قوية. فلنبدأ بدءا حسنا نحطها في كم كده رسالة. ايه رأيك لو اعتبرت اللي فاضل من السنة آخر سنة؟ ربنا يديك العمر. انا مرة قلت الأصل التدريب ده واحد فعلا نفذه حرفا فتعقدت شوية يعني، لكن ربنا يديك العمر، المهم يدينا السم. بس ده وارد على فكرة، احنا مش لازم نخاف، ما ممكن تكون السنة دي اخر سنة، مش هتبقى عجبة يعني، ما الشباب بيمشوا في اي وقت. طب ما هو لو اعتبرت ان السنة دي اخر سنة، طب ايه اللي يخليني امشي واقول يا ريتني صليت عدل، يا ريتني استخدمت الايام كويس، يا ريتني صالحت الناس، يا ريتني ظبطت في اخلاقي شوية بدل الدلع اللي كنت فيه ده، يا ريتني كبرت دماغي، كنت بفسفس في امور كده ما تستاهلش. ليه اقول يا ريتني ما انا اشتغل من النهارده؟ طب ما هي بدل كده كده معروف النهايه، طب يبقى لازم هعمل حاجه من دلوقتي، ممكن تبقى السنه دي اخر سنه. او فكره انك توعد بوقت محدد لعمل روحي ثابت، يعني من الامور اللي بتفرق مع ناس كتير، يقول انا هدي نص ساعه تسبح مهما حصل، او هدي مثلا نص ساعه انجيل، او هخليهم قداسين في الاسبوع. لما بتثبت وقت معين والتشالنج يبقى مع الساعه، ساعات بيفرق جدا، لان المسيح مره قال كده اما قدرتم ان تسهروا معي ايه، حددها في ساعه. يعني مش غلط انك تتكلم ولو في ساعه، هيبقى تحدي اه وبتزق دقايق زق عاوز تكمله، بس ده مفيد ليك في الاخر، ما هي دي بدايه حسنه انك طلعت بقرار فيه التزام بشكل حتى يمكن قياسه. مع البدايه الحسنه ايه رايك تراجع كل علاقاتك؟ يعني جربوا التدريب ده مره، اقعد اكتب كل الاسماء اللي جت في دماغك، ودي نمره لنفسك في كل علاقه، علاقتك بمراتك او بجوزك حسب فكر المسيح تاخد فيها كام، علاقتك باولادك مقصر قد ايه وناجح قد ايه، علاقتك باخواتك بجيرانك بوالديك بخدامك بالخدمه بتاعتك بزمايلك في الشغل، لان هذا التقييم لوحده هيشاور لك على ارياز في حياتك لازم تتصلح. افرض فوجئت انك انت مقصر جدا في حق اعمامك وخلانك، طب ما بتمسك التليفون وتبتدي على طول تصلح، ما دي حاجه تخوف. انت ليه الناس دي مشطوب عليهم؟ ده انت مديون ليهم، مقصر معاهم. فمجرد مراجعه العلاقات كلها، انا ليه بغير من فلان؟ ليه علاقتي بيه مضطربه؟ ليه ما عمليش حاجه وحشه؟ طب ما انا كان ممكن نبقى اصحاب، كان ممكن نبقى حياتنا اجمل، كان ممكن نفيد بعض روحيا. العلاقه ليه ماشيه كده؟ لازم انا كمان مخطئ، ما اقعدش افكر بقى هو اصله وفصله، ما انا كده مش هتصلح. لا، البدايه الحسنه تبدا بحسابات دقيقه فيها مواجهه دقيقه، لانه لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. كمان من البدايات الحسنه يا جماعه مراجعه الوصايا عموما، منها الموعظة على الجبل، منها آخر كل رسائل بولس، آخر إصحاحات في بولس دايما موعظة على الجبل. روميا 12 مثلا، كولوسي 3 و4، أفسس 3 و4 و5 و6،
فيليبي آخر إصحاح، تيموثاوس كله تقريبا، كل دي وصايا. فأنت لما بتراجع الوصايا، لا لا أنا ما عملتش الكلام ده. ما هو ده البداية الحسنة، أنك تعرف بالضبط المطلوب. ما احنا عايشين ومش دريانين حتى بالمطلوب مننا. طب ما هو الغلط مش على ربنا، لأن المطلوب موجود في إيدينا ومعروف، عهد قديم وعهد جديد، ربنا قال وقال كتير وعاد وزاد، بس مش الكل مركز. بداية الحسنة كمان خليها فيها معاها شعار كده، ايه؟ ما تقبلش الأوضاع الغلط. مثلا ما تقبلش صلاة فاترة. ليه تقبل صلوة ما من غير يعني أي إحساس أو أي انفعال أو أي تركيز؟ طب وهو أنت عارف هتصلي إمتى تاني؟ وهي المرة اللي فيها الصلاة دي مش كانت ممكن تغير الدنيا وتنقل الجبال لو صليت حلو؟ وهو أنت فاكر الصلوة دي النهاردة بالذات يوم مضروب؟ لا، هو ككل يوم كان ممكن يبقى يوم حلو لو عملت مجهود زيادة شوية، كان ممكن الصلوة دي تبقى تفرق قوي، تفتكرها طول العمر. أنت اللي استسهلت وقلت نعسان وكروت ودخلت نمت وخلاص، لكن كان ممكن تشد حيلك زي أنباب شوي وتسهر بجد وخلاص في الآخر تشوف المسيح، أو يعني توصل إلى إحساس حلو. لا تقبل تعامل مع إنسان بلا حب. كل إنسان من أول اللي بتشوفه في الشارع ده وبتتعامل معاه كموظف أو عامل، هو ده الحقيقة المسيح حطه برضو في وشك عشان تحبه. فليه تتعامل معاه بدون حب؟ لازم تتعامل باحترام، باهتمام، بابتسامة، بأدب، بذوق، بخدمة، بعطاء، بعذر، باحتمال، كل بقى معطيات الحب. ما تقبلش، ما عشان تبتدي بدءا حسنا لازم يبقى عندك كده إيه تحدي. أنا مش عاوز يبقى في إنسان بتعامل معاه تاني عادي، لازم تعاملاتي تبقى كلها فوق العادي، تبقى تعاملات مسيحية مش عادية، لأن تفرق قوي بين التعامل العادي والتعامل المسيحي. ما تقبلش ساعة بلا اتصال. يعني إيه؟ ليه يعدي عليك ساعة في النهار ما كلمتش ربنا وهو ربنا قال بلاش؟ والعمر فيه كم ساعة؟ طب أنا بقول لك كل ساعة دقيقة. ليه تعدي ساعات كاملة ربنا ما عداش على بالك؟ وكلكم خدام وبتخدموا كتير، طب واللي بتخدمه ده ما ترجعلوش. في ناس بتستسهل تبعت مسجات وتتكلم مع كل الناس، طب ما في مسج سهل قوي وتحل لك كل حاجة، لكن انت مش متعود عليها لسه، انك تكلم ربنا قبل ما تكلم البشر. ما هو ده دي البداية الحسنة، انك تستوعب انه خسارة ضيع وقتي مع الناس، ما انا لو كلمت مع ربنا هحل كل حاجة بطريقة افضل من مجرد ان انا استنى فلان وعلان. لا تقبل اكل او راحة او كرامة بلا ضوابط. يعني ايه؟ لازم يبقى في نوع من الكنترول على كل حاجة، كنترول على الكلام، كنترول على الاكل، كنترول على النوم، كنترول على العلاقات، كنترول على اللي بتشوفه بعينيك. لازم البداية الحسنة لازم معاها سلف ديسيبلين او سلف كنترول، ضبط النفس او تربية النفس، لانه ما يصحش تبقى انسان وخادم ونفسك تسوقك كده في اي اتجاه على هواها، لا خطر. يبقى اللي عاوز يبتدي بداية حسنة بياخد قرارات مع نفسه، في حاجات مش هيقبل الصلاة المايعة هنعيد من الاول، مش هيقبل اقول لكم منظر ما نساهوش، من اكتر من 40 سنة كنت داخل كده كورال بحاول يعني انتمي ليه، وكان في واحد من الاوبرا اسمه مسيو عيسى فنان، وكان هيعزف حاجة معينة، وبعدين العيال بقى اللي زينا عمالين يحكوا بتاع، وكل ما يجي يحط ايده على البيانو عشان يبتدي يسحب ايده، وانا ببص عليه عمال اتفرج، والعيال زيطة يعني عادي شباب يعني مراهقين كلهم شباب صغير، وبعدين اتدور بالكرسي وقال مش قادر، ما ينفعش ابتدي كده، ما ينفعش نرتل ولا نعزف وانتوا بتعملوا كده.
لو هنبتدي ونسبح ربنا لازم كلنا نستعد نفسيا لكده وروحيا لكده. أنا مش قادر، مش عارف أعزف. فحسيت إذا كان فنان بالتلقائية دي كل ما يحط إيده على البيانو يرجع ليه، لأنه ما ينفعش. لو هنشتغل نشتغل صح. طب أمال إحنا اللي بنشتغل مع ربنا طول الوقت ليه بنقبل كل حاجة؟ ليه نقبل أنصاف الأمور طول الوقت؟ ليه ما نعملش الحاجة مظبوطة؟ لأنه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. فبالأولى أن الواحد يعمل شغل ربنا حلو، ما تقبلش حاجات كتير، كمان ما تقبلش كلام بلا معنى. ليه تدخل في حديث هوى؟ سياسة ولا اقتصاد ولا حد فيكم فاهم حاجة في طب نتحكي في ليه في الكلام ده؟ هنستفيد ايه لما نتكلم عن الموضة والأسعار والبنزين وأمريكا وترامب وأوباما يعني يكونش هتغير انت في الكون ولا هتعمل حاجة في الآخر؟ طب مش كل الكلام ده في الآخر يعتبر تضيع وقت؟ وانت عندك وقت تضيعه؟ عندك دماغ تضيعها؟ مش كل كلمة بطلة نعطى عنها حساب؟ ليه ما تطلعش الكلمة اللي ليها لازمة وبس؟ غير كده بلاش. وماله لما يقولوا عليك ساكت ولا هادي؟ هتبقى زي العدرة يعني، هتبقى حاجة حلوة مش حاجة وحشة. مش شطارة انك تبقى حكاي ورغاي وكل موضوع تفتي فيه، لا مش شطارة خالص، ده الدنيا عمالة ترجع لورا بسبب كده. فليه تقول كلمة بلا معنى؟ لا تخرج كلمة من أفواهكم إلا ما كان صالحا للبنيان. يعني فيش كلمة بتطلع ملهاش لازمة، بس في كلام كتير قوي تعودنا نقوله ملوش لازمة. اللي عاوز يبتدي صح يراجع العلاقات. في علاقات لازم يتقال لها ستوب أو يتعمل لها سبيسينج، مسافات. في ناس قربت زيادة عن اللزوم، لازم ترجع تاني المسافة دي. في علاقات ملخبطة، في ناس بياخدوا من وقتك بدون داعي، لا بيبنوك ولا بتبنيهم. في مجاملات فارغة زيادة، في حاجات يلزمنا المجتمع بيها، لكن لا، الحياة انت مش ملتزم إلا بسيط ربنا في الآخر. فانت لازم تتعلم تقول لا الحاجات وتقول معلش الحاجات. يعني ايه؟ نعيد النظر في المسافات، لأنه في مسافات متلخبطة في علاقات ناس كتير. فاللي عاوز يبتدي صح يحسبها مظبوط، المسافة اللي بيني وبين الشخص ده ايه؟ لا دي زيادة عن اللزوم او دي اقل من اللزوم. لا تقبل حزن بلا رجاء. حلو قوي نحزن، لأن الحزن مفيد على فكرة، طوبى للحزن. لكن حول الحزن دايما الى صلاة فيبقى له قيمة. حول الحزن دايما الى قرار توبة او قرار خدمة يبقى مفيد. لكن حزن بس لا، مفيش حاجة اسمها كده، ده مؤذي طبعا. وكلنا بنتضايق وبنتكبس، لكن المضايقة دي ممكن تبقى مفيدة، نزقها في السكة الصح تجيب نتيجة صح. فلا تقبل حزن بلا رجاء. افرض اتكبست في حياتك العملية، في شغلك، في علاقاتك، في خدمتك، طب وماله؟ خدها لنفسك وقول يلا فرصة عشان اتعلم تواضع اكتر، اطلع بقرار افضل، اعيد حساباتي اكتر، اصلي بذمة احلى. تبقى حتى الحزن جاب نتيجة. لكن لا تقبل مجرد حزن كده بلا رجاء. لا تقبل اخيرا فرح بلا تعزية. بلاش تفرح افرح الدنيا. اللي عاوز يبتدي صح يفرح دايما فرح روح. يعني ايه؟ فرحة الزيطة بتاعت الدنيا دي غير التعزية السماوية، غير الفرح السماوي. فبلاش نفضل نقلد. الناس بتفرح لما تشتري فستان جديد ولا بدلة جديدة، اشتري بس، ما مش دي خالص يعني، ما صحش. انت خادم وفاهم ربنا، تبقاش فرحان بالترقية، افرح بالتوبة اغلى من الترقية. افرحش بالقرش، افرح بالعطاء. ما تفرحش بالمديح، افرح بتشجيع الناس. خليك فاهم ربنا، عيد حساباتك تاني. فلنبدأ بدءا حسنا. في حاجات صدقوني عاوز الواحد يراجع نفسه فيها كتير، طريقة تفكيرنا، طريقة كلامنا، توزيع وقتنا، علاقاتنا، أولوياتنا. لو ظبطنا حاجات كتير هنلاقي الحياة أجمل كتير وأسهل وأفضل. واليوم بقى دسم كده مليان،
في بركة في صلاة في خدمة في حاجة حلوة. ربنا يحافظ عليك. ولإلهنا كل مجد وكرم إلى أبد.